الخوف من التحدث أمام الجمهور يعرف بقلق الأداء أو رهاب مواجهة الجمهور أو رهاب المسرح، وصنف بتأثيره على النفس وثقتها. ويمكن أن يتسبب رهاب المسرح في ترك بعض الأشخاص للمدرسة أو للوظيفة أو رفض في ترقية ما في العمل. تحدث عندما يتوجب عليهم الأداء أمام مجموعة من الناس. ولكن كيف تتأكد من أنك تعاني من رهاب المسرح؟ يظهر رهاب الأداء بشكل مختلف نوعاً ما عن معظم أنواع الرهاب، فنادراً ما يشكل هذا الرهاب عائقاً أمام قدرة الشخص على أداء عمله، بل يظهر في الفترة التي تسبق الأداء أو التحدث أمام الجمهور، على الرغم من أن لكل شخص ردة فعل خاصة به، إلا أن معظم حالات رهاب المسرح تتبع نمطاً يمكن التنبؤ به إلى حد معقول، وقد يبدأ الرهاب بشكل عام قبل أسابيع أو أشهر من الأداء. ومن أعراضه التي يمكن أن تحدث على مستويات مختلفة، ولكن كيف تتغلب على رهاب المسرح؟